شوف وش ذا المقطع اللي جانا. عبد الله ابو عبد المحسن الحقيقه لم يكن لي سابق يعني معرفه الا من خلال ما يقدمه هو، لكني سمعت انه يقول انه كان مدير وكذا، فالحقيقه كان في نوع من التوجس انه يكون تعرف الاداره وذا، لكن عندما اقتربت منه وذرفت منه يعني اول دمعه في بدايات يعني برامج الاجاويد، علمت انه يمتلك قلب يعني حساس وعاطفي وما شاء الله عليه، واسال الله يبارك له ويزيده من فضله. أسعده. رساله جتنا من الهواء. هذا عاد ابو عمر، ابو عمر يعني انا يعني هو من الشخصيات اللي لا يمكن يعيب او ينتقد. سبحان الله رجل عجيب. يعني شفتوا كلامكم عن الزمزمية وعن كذا، تلقى يقول لا ولكن فيها بركة الزمزمية وفيها خير وتبقى نعمة من نعم الله عز وجل، وما لا يمكن يعني حليل. إيه لذلك في الأمور اللي تبغى فيها حزم لا تستشيره. أيوة. طيب قال كلمة مهمة جدا وهذه برجع لها، موضوع إنه إذا عندك حاسب سؤال، أنا ودي أسأل عبد تميم وبعدين أرجع نفسك نفس السؤال. أسأل. شفت في اللقاء وش قال؟ قال بدايات البرنامج شفنا دمعته القريبة. متى يبكي أبوك في البيت؟ بالبيت ما يتخبى أو شفته متضايق لدرجة ما يبغى يتكلم أحد أو أنا أبغى يعني. الدمعة هذه متى شفته؟ شوف هي نفس اللي دايم يجي في البرامج، يمكن تجي في البيت إذا يعني كان عن جدي الله يغفر له ويرحمه أو شيء. سوالف عن جدي؟ ايه عن جدك؟ إيه يعني هي الأغلب يعني. يتأثر مباشرة. إيه. عندكم كذا ألبوم فيه ذكريات تستعرضونه تشوفونه صور جدكم أو كذا موجود ولا الوالد يتحاشى الموضوع يوزيهم؟ لا ما أذكر زين، بس يعني يمكن فيه كم صورة. إيه. لا فيه. إيه. أصلا الوالد الله يغفر له ما كان له صور واجد. إيه. ترى هم ما كانوا يبغون الصور. جيل الوالد وكذا اللي فما في له صور قليلة جدا لهم. ما في يعني شيء. طيب وش السر يا ابو عبد المحسن؟ سر دمعتك القريبة ما ادري. الله عز وجل اللي يعطي. طبيعة يا رب لك الحمد. ايوه. وهي جيدة يعني ولا عن مواقف معينة؟ لا لا هو شوف احيانا يتأثر الانسان من حدث معين. متى تجي الدمعة؟ لما ينطلق الخيال. اي تتذكر. اي لما ينطلق الخيال اثناء الخيالك اثناء الحديث تشوف صورة ثانية تتأثر بها مباشرة. أحيانا تقول نفس الصورة بس ما تتأثر لأنك ما أطلقت خيالك بالشكل. أحيانا عنصر المفاجأة لحدث معين لسبب معين كذا، يعني رقة القلب نعمة من نعم الله عز وجل. أبو عبد المحسن في برنامج الأجاويد بكيت على أبو عمر البرغشي، أتوقع البرغشي أبو عمر عبد الوهاب البرغشي. عبد الوهاب البرغشي أبو عمر. أبو عمر إيش معنى؟ ما السبب؟ صديق قديم هو. يعني قبل البرنامج. إيه أبو عمر كان زميلنا في مدرسة جبل الرحمة من 419. ما شاء الله. 20 سنة تقريبا. إيه وهو من الناس المحبوبين جدا. ترى لا تتوقع ممكن يجينا مقطع له من فوق برضو، ترى ممكن كل شيء جايز يعني. ما في مشكلة. على فكرة بقول لكم شيء، ترى في شخصية عبد الله المهيتم. طيب جونا كرسي يا جماعة. أنا يكون في علمك. خيجي جنبك. عادي. يكون في علمك أنا، وهذا فضل الله عز وجل ترى علي. أنا دائما جاهز لكل موقف ممكن يحصل، مو لأني أنا روعة وممتاز وكذا، لأن الحياة عركتنا، لأن استفدنا في الحياة. يعني عبد الله المهيدب قبل 10 سنوات مو عبد الله المهيدب الآن. صحيح. حلو. عبد الله المهيدب 10 سنوات يزعل بسرعة. وبرضو عبد الله المهيدب قبل الأجاويد نفسه بعد الأجاويد؟ تقريبا لا لي الآن في 10 سنوات تقريبا، وأنا نفس النمط. لكن الأجاويد أعطاني شيء مهم جدا. شو يا جماعة الخير؟ الأجاويد وجدت بركته من دعوات الناس. الله. بركة واضحة قدامك تشوفها يعني، شوف العين. ترى على فكرة عبد الوهاب البرغش جاه جلطة أثناء البرنامج على الهواء مباشرة. أنت عندك خبر ياسر؟ والله ما عندنا احنا خبر. إيه لا جاه جلطة في الراس أثناء البرنامج وهو كان يسولف. عرفت الفكرة؟ لذلك التأثير صاير قوي. حدث. إيه. وسبحان الواحد الأحد أسأله لأن شفته بعث يعني. راح ذاك اليوم قعدت انا بس 3 ايام، انا عاده دخل واحد المستشفى ما احاول اروح له مبكر. إيه. تركت اروح له ما ودها احد
يعني لاهي في نفسه. لما جيت لقيت أموره زينة. أيه؟ قلت له أبو عمر لقيت أثر دعوات الناس؟ قال لي والله لقيتها. فالناس تدعي لك كانت. فما شاء الله تبارك الله خلال أسبوع كانت أموره أحسن. والآن ولله الحمد أموره يعني ما شاء الله يمكن 80-90% الحمد لله. اي والله الحمد لله. استاذ عبد الله الان كوظيفه اداريه او كوظيفه انك قائد